شركة بلدنا القطرية لمنتجات الألبان تعتزم إنشاء مصنع للحليب ومشتقاته بالجزائر. وفد من شركة بلدنا القطرية زار الجزائر نهاية نوفمبر الماضي لدراسة إمكانية الاستثمار وسبل التعاون المشترك بين الشركة ووزارة الفلاحة في مجال إنتاج الحليب ومشتقات الألبان كخطوة أولى لتبادل المعلومات والخبرات لتطوير صناعة الحليب ومشتقاته في الجزائر. الوفد تنقل برفقة مسؤولي وزارة الفلاحة إلى مزرعة نموذجية في منطقة بقطب ولاية البيض واستعرض خطط إنشاء مشروع لإنتاج الألبان وتربية الأبقار. مساحة المشروع المقترح تزيد على 10,000 هكتار. من المتوقع البدء في المشروع أوائل سنة 2023 بناء على نتائج دراسات الجدوى الخاصة بالتربة والمناخ. الرئيس التنفيذي لشركة بلدنا بيت هيلاريتس كشف أن الزيارة المبدئية إلى مشروع المزرعة خطوة مهمة في المناقشات المتعلقة بإنتاج الألبان وتربية الأبقار في المنطقة، وهذه الشراكة مبشرة للغاية لأن الجزائر سوق واعدة بإقبال متنام وطلب كبير، كما أن شركة بلدنا على أهبة الاستعداد لبدء شراكة ناجحة تدعم مساعي الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الألبان. المشروع سيساهم في تخفيض واردات الجزائر من مسحوق الحليب الذي تكلف 1.4 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن تعزيز العلاقات الثنائية في القطاع الزراعي. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.